وكانت أول دلائل هذا المحنة هي عدم استطاعة دولها بعد مشاورات دامت أكثر من العامين في عقد مؤتمرها الثاني الذي كان محدد له يوليو يوم 29 يونيو سنة 1965 في مدينة الجزائر. ويرجع تأجيل هذه الدورات إلى أجل غير مسمى إلى عدة أسباب، بينها فقدان الدول الأفرو-آسيوية بجدوى هذه المؤتمرات أو الانقسامات السياسية فيما بينهم أو التغييرات الدولية، مما يؤكد رأي البعض بوجود أزمة حقيقية للحركة الأفرو-آسيوية، إضافة إلى ظهور تيار سياسي آخر ينادي بفتح الدائرة الأفرو-آسيوية حتى تتسع لدول أمريكا اللاتينية لما بين هذه القارات الثلاث من قاسم مشترك يتمثل في التخلف ومناهضة الاستعمار، الاستعمار القديم والاستعمار الجديد. وطبيعي أن من شأن هذا التيار أن يضعف الحركة التي تعاني مشاكل أصلاً، فيضاف لها بعداً اتساعاً جغرافياً جديد باختلافات عقائدية وثقافية جديدة تؤدي بالضرورة إلى حصرها في البعد الاقتصادي. بالرغم من ذلك كان هناك رأياً آخر مضمونه أنه ليس هناك أزمة حقيقية بين الدول الأفرو-آسيوية، حيث تضامنها ونشاطاتها المشتركة في المحافل الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات اليونسكو ومنظمة العمل الدولية برهان على حيوية هذه الحركة. إلا أن وفي الحقيقة منذ ثبتت وبدون أي شك أن هذا التضامن والتفاعل كان منحصراً على محاور ثلاثة فقط، هم تصفية الاستعمار، التمييز العنصري، قضية التنمية الاقتصادية. وحتى هذا التضامن فشل عندما عرضت سنة 1967 قضية الاعتداء الصهيوني على الوطن العربي والتي تقع دوله في القارتين الآسيوية والأفريقية، وكانت القضية تمثل عدوانا وتمييزا، حيث أن إسرائيل هي دولة احتلال تقوم على فلسفة عنصرية. ورغم من ذلك فلم تستطيع الدول الأفرو-آسيوية على التضامن في النقاط التي كان من المفترض أن تجمعها. وعلى هذا فيمكن لبعضنا أن يتصور زوال الحركة الأفرو-آسيوية، وهو تطور طبيعي باعتبارها أدت رسالتها في تصفية الاستعمار وتدعيم الاستقلال لدول القارتين ووضع قواعد تنظيمية لجعل المعونة الاقتصادية إلزاما دوليا يقوم على أسس ثابتة. إلا أن ظاهرة العولمة وما تفرضه من تحديات جديدة على العالم والعالم الثالث يفرض على هذه الحركة ضرورة مواكبة هذه التغييرات الدولية ليكون ركيزة وتعاونها
وتحركها هي الركيزة الثقافية، فإن سابق ظهور الحركة وفقاً لمعطيات ومنها يركز على الاستقلال وعلاج الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، نواجه اليوم بظاهرة العولمة والتشابك الثقافي بين أن جميعنا نؤكد أن هناك ميلاداً جديداً لهذه الحركة يعتمد فيها على التضامن الثقافي والتقني كأساس فكري للتمشي مع متطلبات العصر. فهناك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومشكلات التعليم والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن نزع الأسلحة وتسوية الصراعات ومشاكل البيئة، مما يشكل بعداً أوسع وتطوراً هاماً في فكر هذه الحركة ومنسق مع التحولات العالمية الجديدة. ومن هنا أهمية هذا المؤتمر الذي ارتكزت فكرته على نتائج انعقاد القمة الأفريقية بشرم الشيخ في يونيو الماضي، ويهدف إلى تعزيز الجهود للشعوب القارتين الأفريقية والأسيوية من أجل تقدم وتطوير سبل اقتصاد المعرفة. وكما تعلمون إن اقتصاد المعرفة وهو يرتكز إلى التعليم وتدريب الأيدي العاملة وتطوير القدرات وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات. ومن الواجب أن تكون من أهداف هذا المؤتمر تأسيس شبكة أفرو-أسيوية من شأنها تطوير الدعامات الأربعة السابق ذكرها من أجل رفع مستوى كفاءة واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى العمل على زيادة وعي واضع السياسات.